أعلن وزير الصحة الاتحادي حسن التبيبي خلال زيارته إلى كربلاء المقدسة عن اتخاذ إجراءات صحية مشددة استعدادا لزيارة العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام من أجل الحد من انتشار وباء كورونا. مدراء الأقسام في دائرة صحة كربلاء للاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل دائرة صحة كربلاء، ولا سيما ونحن الآن نستعد لزيارة عاشوراء. هذا العام تختلف الإجراءات من حيث الاستعدادات التي قامت بها وزارة الصحة ودائرة صحة كربلاء نتيجة الانتشار فيروس كورونا. هناك تحديات كبيرة أمام ملاكاتنا الصحية للتعامل مع هذه الجائحة، ولا سيما ونحن اليوم نشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين لهذه المحافظة. تم وضع العديد من الخطط لمجابهة هذه الجائحة والاستعدادات، وكذلك تحديد المحاور التي يتم من خلالها الاستعداد لمجابهة هذه الجائحة واستقبال الزائرين. أولاً، الخدمات الطبية المقدمة إلى الزائرين، كما تعلمون مئات الآلاف من الحالات التي تراجع المفارز الطبية والمراكز الطبية في دائرة صحة كربلاء لاستيعاب هذه الأعداد، ولا سيما في يوم عاشوراء حقيقة تم استحداث حوالي 20 مفرزة طبية كبيرة مجهزة بكل الأجهزة الطبية بمساندة طبابات الحشد الشعبي وكذلك الطبابة العسكرية، وهذه المفارز مجهزة بكل التجهيزات. النقطة الثانية هي تهيئة أسرة المستشفيات وعزل مستشفيات كورونا عن الخدمات التي ستقدم إلى الزائرين، الخدمات الطبية التي ستقدم إلى الزائرين، توسعة الفرق الطبية التي تقوم بالتوعية الصحية والتثقيف، والتأكيد مع الأجهزة الأمنية على موضوع ارتداء الكمامات وكذلك التباعد الاجتماعي خلال المجالس الحسينية التي تقوم بالمحافظة. أيضا حقيقة وجهنا بدعم هذه الدائرة بالمبالغ المالية اللازمة لمجابهة هذه الجائحة ولاستيعاب الأعداد الكبيرة وتوفير كل الإمكانيات الطبية لتغطية أيام الزيارة. أيضا دعم الدائرة بسيارات الإسعاف من مركز العمليات في مركز الوزارة، ودعم دائرة صحة كربلاء بالإمكانيات من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية الأعداد الكبيرة من الزائرين.